نفس اللحظه اللي بتبكي فيها او بتضحكي فيها هيبكيكي حالا على فكره في الكلمه اللي بعديها. كوميديان خطير، حكايه حلوه قوي قوي وحقيقيه قوي ودمها خفيف قوي، يطلع منها كل حاجه. حتى لطيف الدخان نفسي طبعا. استاذ عادل امام الزعيم، ويعني الراجل ده واحد من الناس فعلا اللي عمل معادله كده بتاعت ان هو يبقى كوميديان خطير وبيعمل افلام زي حتى طيور الدخان وطيور الظلام، ويعمل الشخصيات الدراميه اللي هي شخصيات الشعب حريف، الشخصيات المجتمعيه دي بنفس الكفاءه دي. دي يعني استاذ كبير يعني حقيقي، بتتعلم منه حاجه زي دي. وطبعا الاستاذ محمود عبد العزيز، يعني انا استاذ محمود عبد العزيز ده انا والله العظيم في ايام ابراهيم الابيض انا وخالد كمال، والله العظيم استاذ محمود كان بيبقى فيه وقت قاعد كده قاعد بيلعب في دقنه مستعد للمشهد، او قاعدين مستنيين عادي قاعد بيلعب في دقنه كده بيقول حاجه احنا مش عارفين ايه، بس بيقول حاجه بطبقه صوت الشخصيه وبنظراته وبتاع. فلما نركز مش بيقول مشهد، لا ده ممكن يكون مشهد عدى الله اكبر عليه، يعني كان بيضحكك ويبكيكي ويعني وهو ده يعني ده امثله للممثل، يعني زي نجيب الريحاني كده. نجيب الريحاني في نفس اللحظه اللي بتبكي فيها او بتضحكي فيها هيبكيكي حالا على فكره في الكلمه اللي بعديها. يعني فان هو يعرف يعمل المعادله دي، اعمال تبقى دم قمر فيها واعمال تراجيدي او شخصيات صعبه، هو كل الشخصيات صعبه حتى لو كوميدي على فكره، بس قصدي الموضوع كمان يبقى يعني. انا مثلا نفسي اعيد يا عزيزي كلنا لصوص، حكايه حلوه قوي قوي وحقيقيه قوي ودمها خفيف قوي، يطلع منها كل حاجه، والشخصيات غنيه قوي قوي. شخصيه استاذ محمود الله يرحمه، استاذ سعيد الله يرحمه، استاذ صلاح عبيد الله يرحمه، ثلاثه يعني جامدين قوي، واستاذ عبد الله فرغلي الله يرحمه، والنجمه الكبيره استاذ ليلى علوي، يعني حقيقي وحكايه حلوه بجد وممتعه، واي حد يتفرج عليها.